ما كانش بسير يا ربي الى الى حدود البارح اللي كانت منا نسق غنقولها لكم صادقا ولكن من داخل ديالي لا دابا ما تقولش لا انا كنعرف اش جي عندي انا لا فاطمه انا كنعرف اش جي عندي انا اللي غيوقفوا عندي هنا المغاربه ها اللي بغى يخدم ها اللي مدينته ما فيهش الضو ها اللي ما عندوش الطريق ها اللي في الحبس ها اللي مهدد في الحبس عند من غنمشي باش نفضيهو عند من وشوفني بالكرافات ونازل وعندي الشوفور والطوموبيل اش غنقول له اش بيتوني نقول له نقول الله يجيب التيسير ما ممكنش انا كنصور راسي كيفاش غندير مشعر دواري وكنقولها لكم كنت كنمشي وانا ما كيسال لي احد اليوم وليت خماس وكنقولها وانا مقتنع بها نخمس عند بلادي وعند اهلي ولذلك كنقول لكم ماشي بالامر السهل يعني ماشي بالامر السهل تحطيت في ظروف ما كنتش كنتمناها كنت كنقول الاخوان اللي كيترشحوا زمان كنقولها لكم وما كنتش عارف لان من راى ليس كمن سمع كنقول لهم الله يحسن عوانكم وكذا انا صحاب ليا راه كيبان يا ودي ماشي امر سهل وكنقول الناس اللي ترشحوا جداد بحالي هاتوا واش كينتظركم